مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في حصاد السعيدة الإخباري، والبداية بالعناوين. خلال لقائهما اليوم بالرئيس هادي بن عمر يؤكد استمرار الدعم الدولي حتى استكمال بنود المبادرة الخليجية، والسفير السعودي يقول إن أمن اليمن من أمن المملكة. في عملية وصفت بالنوعية، قوات مكافحة الإرهاب تحرر 8 مختطفين بحضرموت، وتعلن عن قتل جميع الخاطفين من عناصر القاعدة. وفي أول زيارة له إلى مارب، وزير الدفاع يوجه الوحدات العسكرية بالتصدي الحازم لكل أشكال الإرهاب والتخريب. صدر اليوم القرار الجمهوري رقم 141 لسنة 2014، قضى بإجراء تعديل وزاري في الحكومة برئاسة خالد محفوظ بحاح، وهي على النحو التالي: الدكتور أحمد محمد الشامي وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات، الدكتورة سميرة خميس عبيد محمد وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل. وصدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 2014، قضى بتعيين العميد عبد القادر أحمد قاسم الشامي وكيلا للجهاز المركزي للأمن السياسي. أكد مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن جمال بن عمر، أكد استمرار الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمساعدة اليمن حتى استكمال بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة واتفاق السلم والشراكة على أرض الواقع. ودعا بن عمر جميع الأطراف السياسية إلى تغليب مصلحة اليمن العليا على ما عداها من المصالح الضيقة والأنانية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في اليمن. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي له اليوم بصنعاء، وذلك في إطار متابعة الأمم المتحدة لتنفيذ التسوية السياسية في اليمن. وفي اللقاء استعرض الرئيس هادي مع المبعوث الأممي جملة من المستجدات الراهنة على مختلف المستويات والصعد، مشيرا إلى أن حكومة الكفاءات الوطنية ستعمل على تنفيذ التسوية وترجمتها على الواقع. قال سفير المملكة العربية السعودية بصنعاء محمد بن سعيد آل جابر إن أمن اليمن قضية حيوية تتصل بأمن المملكة والمنطقة بصورة خاصة ومنطقة الجزيرة العربية بصورة عامة. وجدد السفير السعودي خلال استقبال رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي له اليوم بصنعاء، جدد التأكيد على أهمية بلاده واهتمام بلاده قيادة وحكومة باليمن ودعمها بصورة كبيرة. وفي اللقاء الذي بحث القضايا والموضوعات المتصلة بالعلاقات بين البلدين، ثمن الرئيس هادي عاليا المواقف الصادقة والأخوية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية تجاه اليمن، وما تقدمه المملكة من مساعدات سخية منذ بداية الأزمة في عام 2011، والحرص الذي يبديه خادم الحرمين الشريفين من أجل أمن واستقرار ووحدة اليمن. وحمل رئيس الجمهورية السفير السعودي رسالة خاصة إلى خادم الحرمين الشريفين تتضمن مجمل مستجدات الأوضاع والتطورات في اليمن. تمكنت قوات مكافحة الإرهاب اليوم من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن تحرير 8 رهائن، 2 منهم يحملون الجنسيتين الأثيوبية والسعودية. وقال مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية العليا إنه وبعد تلقي الأجهزة الأمنية معلومات حول مكان تواجد العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة التي قامت باختطاف 8 رهائن
نفذت قوات مكافحة الإرهاب في الساعة الأولى من فجر اليوم عملية نوعية ناجحة في منطقة حجر الصيعر بمحافظة حضرموت، نتج عنها تحرير جميع الرهائن، مؤكدا في ذات الوقت بأن العناصر الإرهابية التي كانت تحتجز الرهائن وعددها 7 عناصر إرهابية لقت مصرعها جميعا خلال العملية. المصدر أشار أيضا إلى أنه أصيب خلال تنفيذ هذه العملية أحد أفراد قوات مكافحة الإرهاب بجروح طفيفة. وكشف المصدر أن من بين اليمنيين المفرج عنهم خلال هذه العملية الدكتور خليل أحمد صالح المخلافي الذي اختطفته العناصر الإرهابية من محافظة البيضاء في 13 يونيو الماضي. أكد رئيس الوزراء خالد بحاح أن الأمن والاستقرار وتحريك عملية الاقتصاد الوطني من ضمن الأولويات لمشروع البرنامج العام لحكومته الجاري إعداده حاليا. وأعرب بحاح لدى لقائه اليوم مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن الدكتور جمال بن عمر، أعرب عن تعويله على شركاء اليمن في دعم الحكومة لمواجهة التحديات الماثلة في الجانب الاقتصادي وخطط الحكومة للتعامل معها، مؤكدا ثقته في التفاف المكونات السياسية والمجتمعية مع الحكومة وإسنادها إقليميا ودوليا لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية المرتكز على المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وجه وزير الدفاع اللواء الركن محمود الصبيحي الوحدات العسكرية بمحافظة مارب إلى التصدي بحزم لكل الأشكال الإرهابية والتخريب في المحافظة بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية ومشايخ وأعيان المنطقة. ودعا الصبيحي في كلمة ألقاها خلال زيارة تفقدية لعدد من وحدات المنطقة العسكرية الثالثة، دعا أبناء مارب إلى التعاون مع وحدات المنطقة العسكرية الثالثة في التصدي للمخربين والإرهابيين وقطاع الطرق وتلقينهم دروسا في الوطنية والأخلاق. واستعرض الصبيحي التحديات والصعوبات التي تعترض القوات المسلحة اليوم ومنها الإرهاب والتهريب والتخريب، على وجه الخصوص تخريب خطوط نقل الطاقة الكهربائية وأنابيب النفط والتي تتسبب بخسائر فادحة للاقتصاد الوطني وتلحق ضررا بالغا بمصالح الناس وحياة المواطنين. زيارة وزير الدفاع لمارب تأتي في وقت تدعى فيه القبائل لرفض دخول المسلحين إلى محافظتهم، ومن هذه اللقاءات اللقاء الأخير لقبائل مراد الذي أكد فيه المجتمعون الالتزام بمخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وطالبوا من خلاله بتجنيب المحافظة الصراع المسلح. نتابع. عقدت قبائل مراد بمحافظة مأرب لقاء تشاوريا لمناقشة المستجدات على الساحة المحلية. وفي اللقاء أكد الشيخ علي القبلي كبير مشايخ مراد أن اللقاء يأتي لتوحيد كلمة القبيلة وقبائل المحافظة وللوقوف ضد أي اعتداء على محافظة مأرب. قبائل مراد اجتمعت توحد كلمتها وتوقف ضد كل اعتداء نحو محافظتها، وهي على صلح بقبائل المحافظة الجميع وفي طريقها إلى رقابهم، وتوحد كلمة قبائل المحافظة، وبإذن الله يتم هذا. وفي اللقاء أكدت قبائل مراد أن أجندة اللقاء تتمحور حول سلامة اليمن والإقليم والمحافظة والقبيلة التي لها باع طويل في النضال الوطني. أجندتها سلامة اليمن، سلامة الإقليم، سلامة المحافظة، سلامة القبيلة. وعندما نتحدث هكذا فنحن نقاتل للحفاظ على ماضينا وإرثنا، إرثنا التاريخي، إرثنا النضالي، إرثنا الوطني. الشيخ مفرح بحيبح أوضح أن اللقاء يأتي في ظل تهديد على محافظة مأرب، وأن تهديد المحافظة لا يعني تهديدها كمحافظة مأرب، بل يعتبر تهديدا لكل الوطن كونها تحوي مصالح سيادية لليمن وأهم شرايين حياة الشعب اليمني. نرى أنه فيه تهديد على محافظة مأرب عاصمة إقليم 7. تهديد هذه المحافظة لا يعني تهديدها كمحافظة مأرب، ولكنه تهديد للوطن كله، يا شريان حياة للوطن كله بأجمعه. فاجتمعت مراد لتؤكد أنها ستظل مع الوطن ومع الجمهورية ومع أبناء هذه المحافظة للحفاظ على أمنها واستقرارها.
المجتمعون أكدوا في بيانهم على مواقفهم المساندة للشرعية الدستورية المتمثلة في الأخ عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية، ودعوا إلى الالتزام بمخرجات الحوار الوطني وكذا تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني، وذلك لتجنيب اليمن ويلات الحروب والصراعات. يأتي انعقاد هذا اللقاء في ظل توترات أمنية تشهدها محافظة البيضاء المحاذية لقبيلة مراد. أشاد وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان بعمق العلاقات التي تربط اليمن بباكستان وتسهم في فتح مجالات أوسع للتعاون الأمني بين البلدين. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بسفير جمهورية باكستان بصنعاء دكتور عرفات يوسف، وناقش اللقاء إمكانية الاستفادة من التجربة الباكستانية في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير التعاون المشترك في هذا المجال. من جانبه أكد عرفان يوسف مواصلة دعم بلاده لليمن في جميع المجالات وفي مقدمتها المجال الأمني. نجا قائد اللواء 105 من عملية اغتيال تعرض لها بهجوم استهدف موكبه بالطريق العام بين مدينتي السدة ودمت. ونقل عن مصدر أمني قوله إن مسلحين هاجموا موكب قائد اللواء 105 عبد الكريم الصيادي وأطلقوا عليه وابلا من الرصاص أثناء توجهه إلى مدينة دمت لحضور عزاء. وأشارت المصادر إن الهجوم أسفر عن مقتل أحد حراسة الصيادي وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات مختلفة. أكد الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو في اليمن صلاح الحاج، أكد استعداد المنظمة تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للحكومة اليمنية لمساعدتها على مواجهة التحديات التي تفرضها المشكلة الغذائية. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بصنعاء بوزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي. وفي اللقاء الذي ناقش القضايا المتصلة بالتحديات الطارئة التي تفرضها المشكلة الغذائية في اليمن، أشاد الميتمي بالحرص الذي تبديه الفاو في مساعدة اليمن على تخفيف من حدة المشكلة، لافتا إلى أهمية دعم جهود الحكومة الهادفة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. واعتبر الميتمي أن تحقيق الأمن الغذائي في اليمن يمثل أحد أبرز الأولويات الحكومية خلال المرحلة القادمة. عودت أزمة المشتقات النفطية الظهور مجددا في العاصمة صنعاء، لكن هذه المرة في مادة الغاز، وتشهد محطات تعبئة الغاز طوابير انتظار وازدحاما من قبل المركبات التي تعمل بالغاز، وكذا وقوف المواطنين لساعات بغية تعبئتهم اسطوانات الغاز المنزلي. وشك مواطنون استغلال بعض بائعي الاسطوانات ورفع سعرها بنسبة تصل إلى ما يقارب 30%. من جانبها أكدت الشركة اليمنية للغاز أنها ستقوم بتزويد السوق المحلية بمادة الغاز خلال 24 ساعة القادمة. وأرجعت الأزمة إلى قيام شركة صافر بعملية صيانة لأحد معامل الإنتاج التابع لها، مؤكدة عودة الإنتاج في المعمل إلى طاقته الكاملة بعد الانتهاء من الصيانة. أكد وزير النقل المهندس بدر باسلمة أهمية الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص ودوره في خدمة وتشغيل ميناء ومطار عدن باعتبارهما من أهم المرافق الحيوية بالمحافظة وكذا اليمن. وحث باسلمة في اللقاء التشاوري الذي عقد اليوم بعدن بين وزارة النقل والقطاع الخاص ونظمته الغرفة التجارية والصناعية، حث على ضرورة العمل نحو تطوير الميناء والمطار من خلال إنشاء مجلس استشاري مشترك بين القطاعين الخاص وإدارة ميناء عدن ومطار عدن، على أن يقوم بوضع آلية تعاون واضحة بينهما لتحسين الخدمات في هذين المرفقين الهامين، وكذا تبادل الآراء وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه النشاط. أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الأحد المقبل إجازة رسمية لجميع موظفي الدولة في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بمناسبة العيد 47 للاستقلال 30 من نوفمبر.
كشف محافظ لحج أحمد المجيدي عن مغادرة 400 طالب أجنبي كانوا يدرسون في مراكز لتعليم السلفية بالمحافظة. وقال المجيدي في تصريح لموقع سبتمبر نت إن 400 طالب أجنبي يدرسون في مركز الفيوش السلفي بدأوا بمغادرة محافظة لحج عائدين إلى بلدانهم على حسابهم الخاص، مشيرا إلى أنه يجري الترتيب لمغادرة البقية تنفيذا لتوجيهات من الجهات العليا ومن السلطة المحلية بمغادرتهم اليمن، مؤكدا أن هؤلاء الطلاب الأجانب لا علاقة لهم بالإرهاب وأن قرار مغادرتهم جاء للحفاظ على سلامتهم. عقدت اليوم بصنعاء الندوة الثالثة حول مخرجات الحوار الوطني، التنمية المستدامة والحكم الرشيد، وناقشت الفعالية التي نظمها المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات بتعاون مع مؤسسة فريدريتش إيبرت الألمانية، ناقشت التنمية الشاملة الذي عرضه رئيس فريق التنمية بمؤتمر الحوار أحمد بازرعة، وكذا تقرير الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي قدمه نائب رئيس فريق الحكم الرشيد الدكتور أحمد محمد الأصبحي. وتهدف الندوة إلى إبراز القضايا الاقتصادية الساخنة ووضعها في مقدمة اهتمامات الدولة والمجتمع وأعمال المتخصصين. تظاهر المئات من طلاب جامعة صنعاء اليوم رفضا لتواجد المسلحين داخل الجامعة والمطالبة بإنهاء المظاهر المسلحة. ودعا المحتجون الذين رفعوا شعارات تندد بما اسموه عسكرة الجامعة، دعوا إلى إخراج المسلحين من حرمها واستبدالهم بحرس مدني. ويقول المحتجون الذين هددوا بالتصعيد في حال لم يتم التجاوب مع مطالبهم، يقولون إن تواجد المسلح داخل جامعة صنعاء لا يتلائم مع طبيعة المؤسسة التي هي في الأساس صرح تعليمي لكافة أبناء الشعب. نظمت مؤسسة القدس الدولية اليوم بجامعة صنعاء وقفة تضامنية لما يجري من تصعيد صهيوني ضد أبناء القدس والمقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك. وفي الوقفة التي شارك فيها العشرات من طلاب الجامعة، أكد مدير عام المؤسسة بمكتب اليمن عن المخاطر والتحديات التي واجهها أبناء القدس من مصادرة أراضيهم وهدم منازلهم والتضييق عليهم بكافة الطرق والوسائل. وفي بيان صادر عن الوقفة، دعت الأنظمة الإسلامية إلى التحرك العاجل والسريع لإنقاذ المسجد الأقصى وردع الاحتلال الصهيوني. وطالب البيان وسائل الإعلام المحلية والعربية بالاهتمام بالانتفاضة الشعبية التي تشهدها المدينة المقدسة. نقف اليوم في جامعة صنعاء هذه الوقفة التضامنية لنعبر عن رأي اليمن، كل اليمن بكل أطيافها، تضامنا ونصرة للأقصى ولفلسطين وتحديا لتلك الجرائم التي يمارسها اليهود في حق مقدساتنا، وهي وقفة لها البداية وستستمر إن شاء الله. نظمت نساء مارب اليوم وقفة احتجاجية أمام مبنى المجمع الحكومي بالمحافظة لتنديد بجريمة اختطاف الطبيبة الطاجيكية جولي روف، والتي اختطفت في 29 من الشهر الماضي بمارب من قبل مسلحين مجهولين واقتادوها إلى جهة مجهولة. المحتجات التي وصفنا جريمة اختطاف الطبيبة روف بالمسيئة والخارجة على قيم ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، سلمنا رسالة لمحافظ مارب سلطان العرادة تضمنت المطالبة بسرعة مضاعفة عمليات البحث والتحري للكشف عن الخاطفين وملاحقتهم حتى يتم ضبطهم وتحرير الطبيبة المختطفة وإعادتها سالمة. من جانبه أكد العرادة بأن اختطاف الطبيبة من الجرائم اللا أخلاقية المنافية للشرع والقانون وأخلاقيات وأعراف القبيلة اليمنية، مشيدا بدور الأجهزة الأمنية للإفراج عنها وضبط الخاطفين. في ختام الحصاد نعود ونذكركم بالعناوين. خلال لقائه مع الرئيس هادي بن عمر يؤكد استمرار الدعم الدولي حتى استكمال بنود المبادرة، والسفير السعودي يقول إن أمن اليمن من أمن المملكة. في
في عملية وصفت بالنوعية. قوات مكافحة الإرهاب تحرر 8 مختطفين بحضرموت وتعلن عن قتل جميع الخاطفين من عناصر القاعدة. وفي أول زيارة له إلى مأرب، وزير الدفاع يوجه الوحدات العسكرية بالتصدي الحازم لكل أشكال الإرهاب والتخريب. لمتابعة هذه الأخبار وغيرها زوروا موقعنا على الإنترنت saidadhtv.com. شكرا لمتابعتكم لحصاد الليلة، حفظكم الله ورعى الله الوطن، إلى اللقاء.